بعدم وجود اكو جيل. احنا ما خلصنا من الرفاق، اجونا ولد الرفاق، ماكو جيل، اكو جيل هذا ما منتهين من عنده. شنو معلوماتك عن هذه الحادثه؟ جيل جاي يتعامل معلوم، لا بيها معلومات جزء من عنده معلومات امنيه، لكن انا انطيكم انه جزء من اللي تم مسكهم الايام السابقه بداوا بالاعترافات على هذه القضيه بجهد عمليه استخباريه كبيره اشتركت بها استخبارات الحشد تحديدا وتعاونت معها الاجهزه الامنيه، استعملت هذه الخطه خطه الردع، وهذه قبل سنتين هم جرت عندنا في بالمشخاب وبعض المناطق من طلعوا استهداف الزوار وضربهم وكانوا اطرافها بعثيه. الان هذه عمليه الفوضى هي المقدمه لهذا الموضوع، عمليه فوضى، عمليه اقتتال، عمليه مو احنا تدرين انه كل حذرت من زياره ال40 خاف تصير مشكله، هي هاي كانت اطرافها، اطراف متعامله معها دول وتعامل معها شخصيات، اموال تصرف من الداخل، شخصيات جامعيه تم اعتقالها، شخصيات بعد، ولا زال الموضوع الحبل على الجرار، لكن هم مسكوا راس الخليه واطرافها باربع محافظات.